افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن في العلمين. وأكد مدبولي أن المجمع يضم العديد من الخدمات التكنولوجية والورش إلى جانب المنافذ السلعية والتجارية، ويعتبر نموذجا حضاريا متكاملا ومهما لخدمة مواطني محافظة مرسى مطروح ومنطقة سيدي عبد الرحمن. هذا وأشاد مدبولي بمجهود صندوق تحيا مصر في هذا الصدد، مؤكدا أنه أداة تنفيذية مهمة للعديد من المشروعات الخاصة بتنمية المجتمع المحلي.